إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم اجزه خير الجزاء على ما وجه المسلمين من إغاثة إخوانهم في الصومال. اللهم اجعل ذلك في موازين أعماله وفي صحائف حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم كل إخواننا في الصومال اللهم سد جوعتهم اللهم سد جوعتهم وأروغ ماءهم اللهم أروغ ماءهم اللهم إنهم جياع فأطعمهم اللهم إنهم جياع فأطعمهم وعراة فاكسهم وحفاة فاحملهم وظما فأروهم. اللهم هيئ لهم من ينصرهم ومن يأخذ بأيديهم ومن يسد مجاعتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم اجزه خير الجزاء على ما وجه المسلمين من إغاثة إخوانهم في الصومال. اللهم اجعل ذلك في موازين أعماله وفي صحائف حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم كل إخواننا في الصومال اللهم سد جوعتهم اللهم سد جوعتهم وأروغ ماءهم اللهم أروغ ماءهم اللهم إنهم جياع فأطعمهم اللهم إنهم جياع فأطعمهم وعراة فاكسهم وحفاة فاحملهم وظما فأروهم. اللهم هيئ لهم من ينصرهم ومن يأخذ بأيديهم ومن يسد مجاعتهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإكرام.